قفشه قفشه قفشه، عايزينك قفشه ثانيه واحده لو سمحت. تعالى بقى كتير النهارده، انا عايز اقول كل الكلام. لا ده انت النهارده على قناه النادي الاهلي عريس النهائي وعريس البطوله محمد مجدي قفشه، اللي دايما عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. الف مبروك يا قفشه. كابتن الله يبارك في حضرتك، ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله البطولات الجايه كلها بتاعتنا ان شاء الله. بطوله غاليه لقفشه ولجمهور النادي الاهلي بعد غياب 7 سنين. طبعا بطوله كل الناس كانت تحلم بيها وكل الناس منتظراها، فالحمد لله حققناها، وده اهم شيء يعني. الحمد لله. هدف قفشه امبارح فكرنا بهدف محمد ابو تريكه في الصفاقسي في الثواني الاخيره 2006. انت كنت هنط من البلكونه دلوقتي، انا اللي جبت الجول. كنت بتتفرج على هدف ابو تريكه؟ طبعا كنت صغير. ده من 16 سنه. يعني 2006 واحنا دلوقتي في 2020، 16 سنه. انا كان عندي 8 سنين كنت صغير وبتفرج على الماتش. لما ابو تريكه جاب الجول وكده كنا هننط من فوق البيت. فدلوقتي الحمد لله لما انا اكون بتفرج ودلوقتي انا بجيب جول تاريخي في نادي الاهلي، فده حاجه طبعا حاجه كبيره طبعا. تسديده رائعه قفشه، شوطه حلوه قوي. الحمد لله توفيق بتاع ربنا. الحمد لله. حسيت امتى ان البطوله قربت، او كان عندك احساس ممكن البطوله تضيع والمباراه شغاله؟ مش قلقان طول المعسكر بتاع الاسبوع، لان احنا كنا مركزين ومستعدين كويس لفريق نادي الزمالك، والحمد لله ربنا قلل تعبنا وكرمنا في الماتش الحمد لله. شفت فرحه جمهور النادي الاهلي بعد المباراه؟ خاصه شوارع مصر كلها كانت ممتلئه بجمهور النادي الاهلي وفرحه كبيره. شفت فرحه جمهور النادي الاهلي دي ازاي؟ ما هي دي اهم حاجه، الواحد لما شاف الناس مبسوطه كان مبسوط. وانا رحت البلد عندي فرحت مع اهل بلد والدنيا كانت كويسه الحمد لله. ببارك للنادي الاهلي والجماهير، وان شاء الله عندنا بطوله بعد 3 ايام قبل النهائي، ان شاء الله نقدر نكسب الاتحاد باذن الله ونلعب على النهائي عشان ناخد بطوله الكاس، وعندنا سوبر افريقي ربنا يكرمنا ان شاء الله. عندنا تحديات كبيره الفتره اللي جايه، وده قدر النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. بخرج من بطوله لبطوله. موسيماني قال لكم ايه قبل البطوله؟ لا هو الراجل او قبل المباراه النهائيه امام الزمالك، هو كان كل كلامه اللي احنا نهدى نلعب لعبنا الطبيعي، اللي هنكسب ان شاء الله هنلعب لعبنا، محدش يتنشن، محدش يخش في حاجه شخصيه بينه وبين اللعيب في الملعب، دايما كان بيطالبنا بالهدوء، وده اللي عملناه وربنا كرمنا يعني. طب بين الشوطين خاصه انت داخل، موسيماني اكيد تعليماته فرقت في الشوط الثاني، وخاصه مع قفشه اللي ظهر في الشوط الثاني كمان بشكل مميز جدا. بالظبط، يمكن الشوط الاولاني هم كانوا عاملين ضغط علينا اكتر بريس، الشوط الثاني هم تعبوا اكتر بدنيا، حتى لو تلاحظ في الاخر احنا كملنا هم تعبوا، ناس كتير اتصابت، ناس كتير وقعت عندهم، فاحنا قدرنا كملنا في الحته البدنيه اللي فرقت معانا في الشوط الثاني. حتى الكوتش بين الشوطين ما اتكلمش كتير، وقال حاجات بسيطه، لكن الشناوي اتكلم وحفز كل اللعيبه الحمد لله. يعني قدرنا اللي ربنا يكرمنا، وجبت جون كويس والحمد لله خدنا البطوله. يعني البطوله الكامله قفشه مع النادي الاهلي دلوقتي دي اول سنه ليا، ثالث بطوله ان شاء الله، في 2 جايين في الطريق وخمسه ان شاء الله. قفشه كابتن محمود الخطيب دايما مساند وداعم للفريق الاول بالنادي الاهلي، دايما موجود معاكم في المباريات الصعبه. ابتديتوا المشوار بالنجم الساحلي هناك، طبعا كان في قبلها مباراه بطل جنوب افريقيا، بطل جنوب السودان، لكن مشوار البطوله صعب. عايز اتكلم مع كابتن محمود الخطيب ودور الداعم دايما لكل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني وتواجده في الوقت الصعب معاكم. بص يا كابتن اسامه، وجود الكابتن محمود لحد ذاته من غير ما هو يتكلم ده شرف لينا كلنا. يعني اي حد يتمنى، يعني بعيد عن الكابتن محمود رئيس نادي او حاجه، اي حد يتمنى ان هو يشوف الكابتن محمود الخطيب، اي حد يتمنى ان هو يقف معاه، اي حد يتمنى ان هو يتكلم معاه، فده لحد ذاته اللي هو يبقى موجود معانا في معسكر ده شرف لنا كلنا، ومش محتاجين كلام لان ده حافز لينا اللي هو يبقى موجود معانا. ما اقدرش ابقى فوت بعد الهدف وفرحه قفشه بعد الهدف. رحت الجماهير القليله اللي كانت موجوده في الملعب واحتفاليه كبيره، ما اقدرش افوت الفرحه بعد الهدف يا قفشه. دي احسن لحظه في حياتي. يعني ده كل جماهير الاهلي مستنيه البطوله دي من 7 سنين، لما انا اكون اول سنه واحقق حاجه زي كده دي بالنسبه لي حاجه كبيره، بس طبعا بمجهود الفرقه كلها، محدش بيكسب لوحده ولا حد بيعمل حاجه لوحده، كل ده التوفيق، وانا ربنا سبحانه وتعالى كرمني بجون الحمد لله، بس توفيق الفرقه كلها، كلنا تعبنا وربنا كرمنا الحمد لله. كاس عالم انديه النهارده، النادي بايرن ميونخ هتقابل بايرن ميونخ ان شاء الله. برشلونه واتلتيكو مدريد. النادي الاهلي بيتنقل نقله ثانيه تماما النهارده، سوبر افريقي بعد ايام، طبعا بطوله كاس مصر، كمان كاس عالم انديه، وضع النادي الاهلي ونقله النادي الاهلي في وضعيه مختلفه تماما، يعني زي ما اقول التاسعه افريقيا وان شاء الله السادسه خلاص كاس عالم انديه، وبتسطروا تاريخ جديد يا قفشه. طبعا كاس عالم حلم اي حد، يعني زي ما قلت لحضرتك اي حد يحلم يا كابتن اسامه ان هو يلعب في كاس عالم الانديه اي حد، فانا بصراحه يعني انا مبسوط بحاجه زي كده، ربنا يكرم كده يا رب ونعمل حاجه كويسه وناخد مركز كويس بامر الله في البطوله ان شاء الله. اكيد قفشه يعني الفرحه كبيره، فرحه مع الجهاز الفني، فرحه مع اللاعبين، تعبتوا كتير، تهدي لمين الفوز بالبطوله التاسعه، البطوله الغاليه
اللي حصلتوا عليها بطوله دوري ابطال افريقيا؟ طبعا اهدي البطوله دي الاهلي واصحابي وكل جماهير النادي الاهلي وكل اللي بيحب النادي الاهلي. بطوله غاليه طبعا، وكل الناس زي ما قلت لحضرتك كانوا مستنيينها، والحمد لله قدرنا نحققها عشان خاطر الناس تتبسط، واحنا كنا محتاجين حاجه زي كده عشان تدي ثقه. انت عارف احنا جيل لسه بادئ، في لعيبه كتير ما حضرتش افريقيا، في لعيبه قليله اللي لعبت افريقيا وخدتها، كابتن وليد وسعد ورامي، يعني ناس قليله اللي خدت، فدي طبعا هتدينا دفعه لقدام بامر الله. يعني كان تحدي ليكوا انتوا كجيل النهارده، وحضرتك بتقول ان وليد سليمان سعد سمير عدد قليل من لاعبي النادي الاهلي اللي خد البطوله، كان تحدي كبير للجيل ده انه يقول ان احنا موجودين ونحط اسمنا في تاريخ النادي الاهلي. طبعا زي ما قلت لحضرتك عدد قليل خالص اللي شارك في بطولات افريقيا، حتى اخر نهائيين اللي احنا ما كسبناهمش كان عدد قليل برضه، فكنا لازم ناخد بطوله زي ده عشان تديك دفعه. عندك 2 كاس، واحد مصر وواحد افريقي سوبر افريقي، عندك بعد كده كاس عالم، عندك دوري هيبدا، عندك كل ده، فكل ده بيدي دفعه لقدام طبعا. فان شاء الله نقدر نحقق حاجه كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. بشكرك يا قفشه، وبالتوفيق ان شاء الله تقدروا تفرحوا جمهور النادي الاهلي الفتره اللي جايه. ده كان لقاء مع واحد يعني من نجوم